اوكي رجعنا وياكم. هذا درس اخذ الريجن. الريجن هو انه تقسم الكود مالتك شلون كنا نقسمه باللادر وغيره. كنا تقسم الكود على شكل نتورك، اوكي، وكل نتورك برانك، هذا باللادر. بالفانكشن بلوك ايضا كنا تقسمه على شكل نتورك، ولكن هنا انا عندي شيء اسمه الريجن، تقسمه الى ريجن. راح اضيف الريجن هنا. الريجن يبدي باسم وينتهي باند ريجن. فالريجن مثلا راح اخلي هذا اللي خلينا نقول شنو نسمي هذا وايل كود. فهذا الوايل كود راح اضيف به هذه الكودات، يعني الاند ريجن مالتي وين راح يصير بعد الاند اف. اوكي، هذا كله صار شنو؟ صار تابع للوايل كود. شوف عندك باليسار كاتب لك ريجنز، هنا صار عندك الريجن بهذا الكود. اوكي زين، الريجن الثاني مثلا اريد اضيف ريجن ثاني، اضغط على الريجن وريجن مثلا اسميه ريسيت مود. هذا اخذ الاند واضيفها بنهاية هذه الاف. فهذا كله صار شنو؟ صار الريسيت مود. طبعا هذا الريجنات اللي ضفنا عن هذا الريجن وهذا الريجن، هذولي خلي نقول انه ما عندهم علاقة مع بعض، مو اقارب. ولكن اذا تريد تضيف اقارب او child لهذا الريجن، يعني اريد بعد البرنامج مالتي انطي نتورك زيادة داخل كل ريجن مثل النستد اف متداخل. فمثلا اف تركها بحدها، والوايل راح اضيف لها ريجن اخر، ريجن هاي فقط للوايل اكس، راح اخليها شوف نهاية الوايل. اوكي، فهذا شنو اسمه؟ هذا راح يصير هذا الريجن، هذا الريجن راح يصير اسمه كونديشن. اوكي، فهذا الكونديشن مالتي، واكو ريجن اخر راح يصير بالريجن الاولى اللي هي وايل كود. هسه الوايل كود صار بيها كونديشن. اوكي، والوايل كود راح اضيف بيها بعد ريجن اخر. يعني تقسم الكود مالتك على شكل ريجنات، اضيفه هنا. اوكي، هذا نسميه سيت بت، ما حاجة تعرفه، ما حاجة تسوي لأي شيء، مجرد هذا التذكير إلك. خل أحذف الكومنت حتى لا يصير عندنا شغلة هواي. أوكي، نكليك أيمن، سوي كومبايل، وأرفع هذه النافذة. ما عندي 0 بـ 0 0 error 0 warning. هسا قسمت الكود مالتي، أقدر بكل سهولة من هاي النافذة اللي على اليسار أفتح الوايل كود. شنو بي؟ بإف. الإف بيها اثنين ريجن، الريجن الأول هو الكونديشن، الريجن الثاني هو السيت بت. أجي على الريسيت مود، شنو بيها الريسيت مود؟ الريسيت مود لحد الآن ما مفتوح، أفتحها. الريسيت مود بيها إف ريسيت ذن سيت زيرو. أوكي، بيها برنامج بسيط، فبكل سهولة أنت تقدر تشتغل برنامج مالتك. هسه اذا تسوون على داونلود ما راح يصير اي شيء. هذا مجرد الك، يعني الك او للشخص اللي بعدك راح يجي يشتغل. اوكي، لحد هنا شاكرين لمتابعتكم، ان شاء الله كانت مفيده الدروس في الـ SCL. تحياتي لكم.